يقول: من أصيب بالسحر وتضرر منه هل يجوز له أن يذهب للسحرة لعلاجه وفك السحر فقط دون الوقوع في الكفر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تداووا ولا تداووا بحرام. والسحر أشد الحرام لأنه كفر. كيف يتداوى المسلم بالكفر؟ يتداوى بالسحر الذي هو كفر، هذا أشد الحرام. يطلب الشفاء لجسمه ويفسد عقيدته ويفسد قلبه، ما هذا العلاج؟ فلا يجوز الذهاب للسحرة ولا سؤالهم ولا التداوي عندهم. والله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، أغنانا سبحانه بالأدوية المباحة، بالرقية الشرعية، بالأدوية المباحة، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى.